أولا ما يحدث لفريق مولودية البيض أمر خطير بالنسبة للكرة الجزائرية، لأن فريق مولودية البيض للأشخاص الذين يتابعون تحضيراته منذ قبل بداية الموسم الفريق يعاني كثيرا. الفريق أولا حضر في إحدى الفنادق المتواضعة ببلدية عين طايا، وكان يتنقل من عين طايا إلى غاية الدار البيضاء من أجل التدرب. كيف يمكن أن تحفز اللاعبين والذين هم لم يتحصلوا على أجور، لم يتحصلوا على التسبيقات؟ من المستحيل أن فريق مولودية البيض في ظل هذه الوضعية المالية المزرية أن يحقق البقاء. لابد على الوالي، لابد على السلطات العليا النظر في هذا الفريق ودعمه ماليا على الأقل بسبونسور وحتى برجال المستثمرين لولاية البيض أن يتحركوا ويعني يجبدوا من مالهم الخاص ويدعمون هذا الفريق على أمل إنقاذه وجعله يتنفس في الوضعية في ظل الوضعية المزرية والمحرج الحرجة التي يعيشها الفريق. المعلومة صحيحة أن الفريق في آخر تنقله في إلى الجزائر العاصمة في موجة اتحاد الجزائر يعني بات في أوبرج يعني أو فندق متواضع ومتواضع للغاية لا يليق بفريق محترف ينشط في القسم المحترف يمثل ولاية كبيرة. ولاية البيض تبقى ولاية كبيرة برجالها، لابد على مستثمريها أن يتحركوا ويفطنوا أكثر.